أهلا بكم أعزائي المشاهدين لحلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها أداء الحكومة اليمنية وأبرز مظاهر التعثر والفشل لهذا الأداء. ملفات كثيرة ملحة كان يفترض أن تحقق فيها الحكومة تقدما ملموسا يسمح بعودة الحياة إلى المناطق التي تسيطر عليها، لكن عوضا عن ذلك رأينا فشلا كبيرا في معظم هذه الملفات إن لم يكن جميعها. يقول البعض أن هذا الفشل أو ما يسمونه قصورا له أكثر من سبب، فالحكومة التي تعمل في ظل حرب مستمرة لا تمتلك الموارد الكافية، وممنوع عنها استغلال الموارد في المحافظات التي تسيطر عليها، خصوصاً النفط والغاز وهما أهم موردين لدعم ميزانية الحكومة، فيما يبدو أن التحالف العربي لم يفي بتعهداته المالية، وأكثر من ذلك تقوم بعض أطرافه بعرقلة عمل الحكومة ومنع الموارد عنها في إطار الضغط السياسي الممارس على السلطة الشرعية لتحقيق مطالب خارج أهداف التحالف. يقول هؤلاء أيضاً أن الحكومة تعمل في بيئة سياسية صعبة لا تمكنها من العمل بالشكل المطلوب، فيما يرى المنتقدون إن المشكلة في بنية هيكل الحكومة وطاقم الشرعية أصلاً التي يتبدى في تصرفات الكثير منهم غياب في الإحساس بالمسؤولية وبحساسية اللحظة التي تمر بها البلاد. في هذه الحلقة من فضاء حر نتوقف مرة أخرى عند أداء الحكومة لنناقش أهم الملفات التي تشغل الرأي العام وتحتاج إلى إجابات. سيكون معنا من عدن مستشار رئيس الوزراء الدكتور متعب بازياد، ومن تعز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بسؤال مشترك، والبداية معك سيادة المستشار الدكتور بازياد، بعد أكثر من عامين كيف يمكن أن تقيم أداء الحكومة؟ مقطع عدن، وأيضا في ظل وجود الحكومة الشرعية في عدن لفترة طويلة خلال هذا العام وإن كانت متقطعة، لكن بكل تأكيد الناس هنا يجدون فارقا كبيرا عن ما كان عليه الوضع قبل أن تأتي الحكومة، وأيضا في بقية المناطق والمحافظات المحررة يد الحكومة تصل إلى هذه المحافظات بقدر الإمكانات وبقدر المتاح من الوسائل أيضا التي يمكن أن تقدم فيها الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وكل أعضاء الحكومة. والحكومة أيضا عندما نتحدث عنها ليس هي الحكومة بتشكيل وزاري، ولكن الحكومة الجمهورية اليمنية الشرعية التي هي الحكومة الاتحادية المركزية في الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، وأيضا السلطات المحلية الشريك الأساسي والفعلي على الأرض لممارسة هذه المهام الملقاة على عاتقها، سواء كان في ملف الخدمات أو حتى في ملف تقديم قضايا استقرار الأمني والتمويني وغيره من هذه الملفات. ولا ننسى أيضا الدور السياسي والمعركة السياسية التي تخوضها الحكومة الشرعية مع الميليشيات الإنقلابية سواء كان على المستوى الإقليمي أو الدولي. فبشكل عام الناس يلمسون فارقا، وهذا لا يعني أن لا يكون هناك قصورا في أداء الحكومة للأسباب التي ذكرتم بعضها من خلال نقص الإمكانيات أو أيضا قصر أيضا الأدوات والوسائل التي تقصر بالحكومة أن تصل إلى بعض المناطق، خاصة المناطق التي تتعرض لحصار الميليشيات أو المناطق البعيدة التي فيها هناك جبهات حرب وغيرها. لكن الحكومة عند التزامها السياسي والأخلاقي برعاية شان كل اليمنيين عسكريين ومدنيين وكل اليمنيين على كل الأرض اليمنية سواء كان في المناطق المحررة أو المناطق المغتصبة من الميليشيات الإنقلابية، ولكن التعامل يختلف من منطقة إلى أخرى وفقا لظروف معينة يدركها الجميع. نعم، إذا الدكتور بازياد يرى بأن هناك تطور ملموس ويعتقد بأن المواطنين يعني ربما يلمسون هذا التطور في أداء الحكومة الشرعية خاصة في المناطق المحررة، كيف تنظر أنت دكتور فيصل إلى أداء الحكومة خلال الفترة الماضية؟ ربما تتبع أداء الحكومة
من خلال الفترة الماضية من خلال ما نلمسه من المواطن نفسه، ولست أنا، لأنه أنا قد يكون لي رأي قاسي، لكن المواطن نفسه الحقيقة لم يلمس ما يستحق الذكر أو ما يستحق الإشادة. بعد التغيير هناك ثلاث حكومات، نستطيع أن نقول بأن حكومة باسندوة طيب الله ذكره هي أفضل الحكومات، ونستطيع أن نقول سلام الله عليها. أما حكومة بحاح وحكومة بن داغر للأسف خذلت الإنسان اليمني، خذلت المواطن. هناك تصريح أكثر ورد على لسان بن داغر بأن الشرعية تسيطر على نسبة 80% من الأرض. كم عدد المطارات التي تشتغل في هذه الأرض؟ فقط يكفي يجيبوا لي فقط هذه الإجابة حتى يسهل على الإنسان اليمني الدخول والخروج بكرامة إلى بلده. طيب، تحدثت دكتور فيصل عن المطارات، وهي ربما واحد من مظاهر الفشل الذي أشرت إليه، يعني هل يمكن أيضا أن تعدد لنا أو تسرد لنا أبرز مظاهر هذا التعثر من وجهة نظرك؟ الحقيقة هناك فشل واضح أو بادي للعيان بأوجه متعددة. هناك فشل أمني، وهناك فشل عسكري في مسألة الحسم، وهناك فشل إداري، وهناك فشل اقتصادي. دعيني فقط أفسر هذه المجالات الأربعة باعتبار أهم ما يتصل بالإنسان اليمني. الفشل الأمني لا نريد أن نعممه على مستوى 80% من الأرض المحررة كما تدعي الحكومة الشرعية، ولكن دعينا نطبق هذا على عاصمة اليمن وهي عدن. ما هو الأمن الذي تحقق في هذه المدينة التي يحلم بها كل اليمنيين بأن يذهبوا إليها ويخرجوا منها ويعيشوا آمنين مطمئنين؟ هناك قتل، هناك اغتيالات، هناك ميليشيات، هناك اختراقات أمنية، هناك عبث، هناك يعني يكاد الأمن يكون في تعز أفضل من عدن مثلا، وهي عاصمة. نحن لا نريد أن نتحدث عن جميع المدن الأخرى. الفشل العسكري، سأذكرك وأنت إعلامية تتابعين الأخبار العسكرية بشكل يومي، لازلنا في صرواح، في نهم، في شبوة، في البيضاء، في الضالع كرش، في الضالع، في كرش، في ميدي. إذن هناك خلل حتى في الخطط العسكرية، يعني 12 دولة تحالف وأكثر من 200,000 عسكري على الأرض، وهناك دعم دولي، وبالتالي نتحدث عن محلك سر، كارثة. يعني هذا في الجانب العسكري. تعالي في الجانب الإداري، نأخذ قضية في الجانب الإداري فقط، وهي الرواتب والسلطة المحلية. ماذا أنجزت السلطة المحلية في كل المدن المحررة وليس في الأرياف؟ فالإنسان في الريف هو سيد نفسه، هو يحكم نفسه، حكومة نفسه. فللأسف يعني لا هناك إغاثات حلت محل انقطاع الرواتب، ولا هناك رواتب دفعت بشكل أخلاقي. يعني لا نريد أن يطبعوا لنا أوراق. الحكومات الخليجية التي تدخلت عسكريا ملزمة أخلاقيا وقانونيا بدفع الرواتب، لا يدفعوا لنا بالريال اليمني، يدفعوا لنا بعملتهم حتى تتحرك العملة بشكل إيجابي. يعني كيف يدمرون يوميا اليمن وبكل سذاجة دون اعتذار، أكثر من 90 قصف خطأ، إلى جانب أوكي يدعون بأنهم استعادوا الدولة. ما الذي استعادوا منها؟ نحن نقتل من الجانبين للأسف، نحن نقتل من الجو ونقتل من الأرض. إذن فشل عسكري محيق، الفشل إداري محيق في الجانب فقط الأمني، قلنا إدارة السلطة المحلية. تصوري في إطار السلطة المحلية لا يوجد بطائق مؤقتة على الأقل تصدر للمواطن اليمني، لا يوجد جوازة، أكثر من نقطة جوازات، هل كل الناس يذهبون إلى عدن لقطع جوازات؟ لا يوجد جمارك في جميع المدن المحررة، لا يوجد ضرائب لتنمية الإيرادات التي نحتاجها بدلا من التسول. هذا في الجانب الاقتصادي، وبالتالي عندنا طيب هذه مجموعة نقاط، عندنا موانئ لا تستغل. تفضل دكتور. للأسف هناك كثير من وجوه الفشل. أنا والله أشعر بحزن شديد لما يعانيه المواطن من هذا التعثر. يعني جريح تريدين أن تنقذيه إلى الهند أو إلى السودان أو إلى أي دولة أخرى على حسابك الشخصي وليس على حساب الحكومة أو الحكومات المنقذة لنا، وبالتالي يموت بالطريق.
نعم. إذن ملفات كثيرة مخجلة كما وصفتها. أتمنى أن يكون بندغر أو عبد الملك المخلافي أو قباري أو أحد من الكبار أن يجيبونا. نعم. إذن هناك الكثير من النقاط طرحها الدكتور فيصل. دكتور بازياد يعني وهي ربما يعني تبحث عن إجابات يعني كثيرة لكثير من المواطنين حول هذا التعثر والفشل على جميع الأوجه. الدكتور فيصل تحدث عن فشل على الصعيد الأمني والصعيد العسكري والإداري وأيضا الاقتصادي، إضافة طبعا إلى ملف الجرحى وبإضافة إلى الطلاب الدارسين في الخارج. الفشل على جميع هذه الأوجه والنواحي، كيف يمكن أن تفسره دكتور بازياد؟ طبعا نبغى نكون واقعيين يعني ونكون منصفين. عندما نتحدث عن فشل اقتصادي للحكومة التي الشرعية التي تخوض حربا من عامين مع ميليشيات انقلابية في ظل موارد محدودة بل منعدمة، علينا نتذكر التقارير الدولية والتقارير النظمات والصناديق الدولية قبل الحرب، قبل نشوب الحرب التي تحدث عن اليمن على شفا الدولة اعلان دولة الفاشلة من الناحية الاقتصادية، وان ايضا قبيل اندلاع ايضا الحرب الذي فرضها الحوثيون وصالح على شعب اليمني كانت كل المؤشرات الاقتصادية تؤشر الى ان الحكومة ستعجز عن دفع المرتبات من قبل سنتين او ثلاث سنوات. هذا الكلام لذلك علينا ان نذكر كيف كان الوضع عندما اندلعت الحرب وهل الوضع سيتحسن بالحرب او سيزيد سوءا. هذا لا يعني ان الحكومه تركن او تبرر اي قصور في هذا الجانب، لكن الحكومه تبذل جهود كبيره جدا وعليها ان تقترح ايضا الحلول، وهذه مهمتها الاخلاقيه والسياسيه امام شعبها. على سبيل المثال لما نتحدث عن ما كان قبل الحرب من قضيه الاستقرار وايضا قضيه الموارد الموجوده خاصه الموارد الضريبيه او الجمركيه او حتى ايضا ايراداتنا من صادراتنا من النفط. اليوم الحكومه بجهود كبيره جدا استطاعت ان تصدر ما يقارب 41 الى 42 الف برميل يوميا من حضرموت، وهذه عوائدها الان تستخدم في تسيير الامور اليوميه للحكومه وايضا في رفض ايضا قضيه المحروقات ودعم المحروقات وايضا في ايضا الصرفيات على البعثات الدبلوماسيه خاصه التي لأن ذلك يتطلب عملة صعبة، أيضا البعثات الطلابية. وعلى فكرة قضية البعثات الطلابية كثير من الطلبة أبنائنا ابتعثوا سواء كان على حساب الحكومة سابقا أو لاحقا أو حتى على حساب النفقة الخاصة، الآن كثير منهم يتم ضمهم وهم كانوا ذهبوا على النفقة الخاصة يتم ضمهم أيضا إلى كشوفات المنح والمساعدات الحكومية. سواء نحن نعترف أن هناك تأخير كم أشهر أو فصل أو فصلين على طلابنا ويعانون معاناة كبيرة ونشعر بها، لكن أيضا علينا نتذكر أن هذه المعاناة كانت مستمرة من سنوات أيضا في الوضع المستقر، فما بالنا اليوم يعني. لكن هذا أكرر لا يبرر ولا نبرر نحن أي قصور للحكومة، لكن علينا أن نكون منصفين على 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 هذا في هذا الإطار. أيضا نتحدث عن قضية الفشل الاقتصادي، الفشل العسكري، الفشل الأمني، الفشل، ولا نتحدث حتى عن الأشياء التي هي فارقة حقيقة حتى على مستوى الحديث عن قضية الجوازات وقطع الجوازات ونقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وهذه معاناة كبيرة عانت الحكومة وأيضا، ولكن جهد كبير إن شاء الله يكون يعود قريبا على الوضع الاقتصادي في المحافظات المحررة. طيب دكتور بازياد ولازلنا في جزئيه الجانب الاقتصادي، في اكثر مكان في مارب في تقطع في عدن في كثير من المنافذ التي يمكن تحصل على قبل ان ننتقل الى الامن والعسكري في خلال يوم او يومين. ونحن لازلنا في الجانب الاقتصادي والاداء الاقتصادي للحكومه الشرعيه، كيف يمكن ان نتحدث عن هذا المجال وعن ان هناك انجازات في هذا المجال في حين ان موظفي الجمهوريه لا يتسلمون رواتبهم لاشهر طويله؟ يعني كيف يمكن ان نتحدث عن نجاح، تحدثت قبل قليل عن رواتب العمله الصعبه للبعثات الدبلوماسيه، الا تشعر الحكومه بالخجل وهي تتحدث عن رواتب العمله الصعبه للبعثات الدبلوماسيه التي في الحقيقه لا تقوم بشيء في حين ان المواطن الذي يقع تحت طائره الحرب والمعاناه في الداخل لا يتسلم يعني مرتباته بالعمله المحليه؟
على كل حال القضية مفهومة للناس وليست هذه بدعا من القول. عندما نتحدث عن بعثاتنا الدبلوماسية في كل أنحاء العالم بالتأكيد أن الكل يعرف أنه لابد أن 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 تدفع مرتباتهم بالعملة صعبة، لا يمكن يعني أن 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 ندفعها بالريال اليمني، لكن أنا أتحدث عن الموارد القليلة من العملة الصعبة التي نجنيها من النفط من حضرموت تذهب في هذه المصارف التي تستلزم العملة الصعبة، وخاصة الجانب الإنفاق الأكبر ليس هذا، وإنما في قضية شراء المحروقات بالعملة الصعبة ورفض أيضا الكهرباء بالمازوت والديزل بكميات كبيرة من هذه العملة الصعبة. المرتبات الحكومة تبذل جهود كبيرة فيها في هذا الجانب، وقد وفت بوعدها، وإن كان هناك قصور أو تأخير قبل العيد في صرف مرتبات العسكريين، وسيتم الصرف أيضا خلال الأسبوع هذا أو القادم لشهر آخر من المتأخرات. الموظفون المدنيون يستلمون مرتباتهم بانتظام في المحافظات المحررة دون تأخير، المتقاعدون وغيرهم. نحن نتحدث عن إنجازات، ومع ذلك نتحدث عن صعوبات موجودة، نتحدث عن حلول الحكومة تقترحها في هذا الجانب، نتحدث عن أيضا أن الحكومة صدرها مفتوح لأي اقتراحات أي حلول فيها في هذا الجانب من السادة الإخوة المستشارون الاقتصاديون وغيرهم. نتحدث عن أيضا دعم كبير يقدمها الأخوة في التحالف العربي من خلال مركز الملك سلمان أو الهلال الأحمر الإماراتي أو كافة المنظمات الصديقة والشقيقة التي تقدم كثير من الدعم للشعب اليمني مباشرة عبر منظمات مدنية. هذه القضايا هي في الحسبان، ولكن نحن نتحدث أيضا بشكل أساسي عن حكومة شرعية تباشر أعمالها من العاصمة المؤقتة وتثبت في هذه العاصمة، وأيضا تتحرك وتقابل الناس وتفتح دواوين الوزارات تباعا في العاصمة المؤقتة لتصبح قريبا من المواطن، وأيضا في الجانب الأهم. لكن دكتور بازيت، في الحقيقة السلطات المحلية حتى السلطة المحلية في عدن حتى السلطة المحلية في عدن لم يتمكن المحافظ للسلطات المحلية لم يتمكن المحافظ من العودة لممارسة مهامه من مقر السلطة المحلية في عدن، وهناك حديث بأن العاصمة المؤقتة عدن التي ينبغي أن تكون عاصمة اليمن حتى تنتهي هذه الحرب وتعود عاصمة البلاد، تخوض الآن يعني ما يشبه حربا أخرى جانبية، وعوضا عن أن تطبع الحياة بالنسبة للمواطنين تذهب باتجاه حربا جانبية وأجندات خارجة عن ما كان ينبغي يعني أن يتم. أين الحكومة من كل هذا، ومن أيضا من ملشنة الجيش الوطني ومشاكل أخرى يعني أنت تعرفها في عدن؟ بالعكس، عدن تنعم الآن بأمن واستقرار لم تنعم به من قبل. يعني لو تتذكرون العام الماضي كيف كانت عدن والمتارس في كل مكان، قضية الميليشيات، قضية القوى المنفلتة خارج إطار القانون. الآن الجيش منتشر بشكل كبير ومعسكراته في عدن وخارج عدن، قوات الأمن أيضا يتم تدريبها وتأهيلها وانتظامها في وحدات عسكرية. هذه الأيام الماضية، الأسابيع الماضية، تم افتتاح معهد الشهيد الثلايا لإعداد القادة وكلية الحربية في صلاح الدين. هذه المرافق مهمة جدا لقضية صياغة العقيدة القتالية لجيشنا الوطني. هذه النجاحات في الجانب العسكري مهمة جدا، أن نتحدث عن قضية تأطير جيش وطني خلاف ما كان في السابق من الجيش العائلي الذي ارتمى في أحضان ميليشيات الإنقلابية. نعم، علينا أن ننظر إلى هذا الجانب المضيء من إذن هناك جانب الحكومة. مضيء لابد أن ننظر إليه. مع ذلك أنا أؤكد على أن التقصير موجود والموارد محدودة. نعم دكتور فيصل، يعني هل فعلا تنظر أنت كمتابع ومراقب للمشهد اليمني عن كثب إلى أن ثمة جانب مضيء في المشهد ربما يغفله الإعلام والمتابعين؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل ترى بأن المبررات التي طرحها دكتور بازياد ربما تكون مقنعة من جانب آخر؟ أنا أحترم وجهة نظر الضيف باعتباره في موقع مضطر أن يحاول أن يبحث عن الصيغ الإيجابية الممكنة لتسويق الأمل. أما الواقع فهو غير ذلك.
أنا قبل قليل سألت، أنا كمواطن جريح أو طالب أو مسافر أو سائح أو أريد أبحث لي عن عمل، من أي منفذ أريد أن أسافر؟ هل لابد أن أذهب إلى عمان أو أذهب إلى العبر؟ يعني غير قادرين على تأمين مطار للسفر، غير قادرين على ضبط اليمنية لاحترام المواطن اليمني بأن يقطع تذاكر مثل عباد الله. يعني مسألة النجاح، لو نزلنا بميكروفون القناة إلى الشارع ستسمعين إجابات قاسية، وأنا إذا دافعت عن الحكومة سأصبح شاهد زور. دعيني أناقش أول مرة عنوان الحلقة، الحكومة بين الفشل ومبرراته، يعني وكأننا في نظام برلماني، حكومة مسؤولة أمام البرلمان. نحن في الحكومة مجرد فريق عمل بيد رئيس استحوذ بالسلطات كلها، هو رئيس شرعي، نحن من حيث المبدأ ومن حيث البعد الأخلاقي نعترف بشرعيته، لكن لا نستطيع أن نسكت عن هذه الخروقات، عن هذه الأخطاء الفادحة. أنا أسأل السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي الذي عين هذه الحكومة، يرى أخطاءها ولا يغيرها، لماذا؟ ليعيد لعدن المفلحي، ليعين المفلحي رئيسا للحكومة، ليغير طاقم الحكومة، هل هذه من الأمور الصعبة؟ إن كانت أمامه صعوبة فليتحدث مع الشعب ليكون شفافا. نريد أن نترحم عليهم وأن نقول والله هؤلاء بذلوا قصارى جهدهم، أما يتنعمون بالأموال في المنفى ويتركون الشعب عاما كاملا بلا راتب. أنا آخر راتب استلمته في أغسطس العام الماضي. وبالتالي من المخجل جدا أن أتلمس أي عذر قد يكون قبيحاً. معنا الدكتور بازياد، ولو قاطعتك الدكتور فيصل، تحدث عن أن رواتب المدنيين يعني مستمرة، أنت تنكر ذلك إذن؟ لا، ليست مستمرة، هو أشار، صوته ضعيف عندي، ولكن أنا أعلم بأنها مستمرة لبعض المدنيين في الجنوب. يعني هل نحن دولتين؟ هل هذا الرئيس أو الحكومة مسؤولة فقط عن الجنوب؟ هل الناس خارج الجنوب يعني ليسوا مواطنين؟ هل هم لاجئين؟ هل نزلوا من السماء؟ هذا عيب في حق الحكومة وعيب في حق السلطة الشرعية. قلنا نحن نعترف بشرعية الرئيس، وأخلاقيا لا نستطيع أن نخرج عن هذه الشرعية لأنه نرفض الانقلاب ونريد استعادة الدولة، لكن لا ينبغي على الرئيس وهو رئيس الدولة الذي انتخبناه أن يتناسى أنه له شعب دافع من أجل سلطته ومن أجله، ثم يكافأ هذه المكافأة القبيحة أنه لا يستلم راتب. الناس تموتوا جوعا، لا إغاثة موجودة، لا رواتب موجودة، الحصار موجود، وبالتالي الأعمال جفت والهجرة سبلها مغلقة، لأنه نحن أصبحنا شعب غير مرحب به في أي دولة في أي مطار في العالم. يعني على هؤلاء الناس إن كان لديهم ذرة من أخلاق أن يتحركوا من الرياض إلى عدن أو إلى تعز أو إلى 80% من الأرض المحررة التي قالوا أنها محررة. ما الذي يجعلهم فقط يأكلوا ينهبون الأموال؟ الواحد راتبه 30,000 دولار و60,000 ريال سعودي وجالس ولا يهمه الشعب، هذا كلام غير منطقي بالجملة. يتحدثون عن 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 سلك دبلوماسي في ظل الحرب، ينبغي أن تعود السفارات وموظفيها إلى الداخل. لا نحتاج 3 ناشطات للحوثيين اشتغلت على المستوى العالم وإقناعهم بأن الحوثيين والانقلابيين طرف سياسي وأن الحرب أهلية، ونحن عندنا كل هذه السفارات وعندنا وزير خارجية لم نرى له حراكا مقنعا، لدينا 3 نواب لرؤساء الحكومة. يعني للأسف أنا والله تعجز كلماتي إلا أن أقول أن هناك قاموس للشتائم في العالم خصص يستحق أن يهدى لهذه الحكومة ولطاقمها. ألا يخجلون؟ يأتون من الرياض إلى الداخل ليعانون ما نعانيه، أما يقبضون هذه الأموال ونحن بلا راتب؟ هل لديك مبرر لذلك دكتور فيصل؟ أي إنجازات؟ هل لديك تفسير لذلك؟ تستحق الإشادة دكتور. نعم؟ فيصل، هل لديك تفسير لهذا الأداء الضعيف والمترهل للحكومة برأيك؟ على الحكومة أن تقنعنا ما هي المعوقات حتى نبرر أهلها. أما أنا صراحة لا أجد أي مبرر لهذا الفشل. إذا وصفت هذا الفشل بالغباء فأنا أهين الغباء، لأن الغباء مقياس للذكاء، وإذا وصفتها بالقبح فأنا أهين القبح، لأن القبح معيارا للجمال. وإذا وصفتها بأي صفة فأنا أدين المعايير التي بعكسها تتم القياسات. نعم دكتور فيصل، عليهم هم أن يجاهروا الشعب بالحقيقة، يقولوا والله نحن معتقلين في الرياض،
يقولون أنه معتقل الإمام أحمد، سنقول لهم سنتخذ الإجراء المناسب. نعم دكتور بازيد، يعني بدل ما يحررون نحن نذهب إلى تحريرهم. نعم دكتور بازيد، هناك فعلا الكثير من لا يرى بأن ما تطرحه الحكومة مبررات مقنعة بالنسبة للمواطنين، وربما هي ذات المبررات التي نسمعها منذ اليوم الأول حتى اليوم، يعني ظروف متعلقة بالحرب، متعلقة بالظروف المحيطة بالبلد، بالبيئة السياسية الصعبة، يعني منذ أكثر من عامين لم تتغير هذه الظروف. هناك أيضا من يرى بأنه لا يوجد سبب مقنع لهذا الأداء سوى غياب المسؤولية والإحساس بالمسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية لهذه الحكومة والقائمين عليها. يعني أنت كيف تفسر الأمر؟ أرجو أن تعطيني الوقت الكافي كما أعطيت الزميل الضيف من تعز. أولا، نحن في برنامج تلفزيوني يشاهدنا كل المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج، وعلينا أن نرتقي قليلا بقاموس المصطلحات التي نتحدث فيها عندما نتحدث عن حكومتنا وعن رئيسنا وعن مسؤولينا. ننتقدهم، لكن النقد البناء الذي يبني ولا يهدم، لا أن نجاري الآخرون في قضية حشد هذا الكم الهائل من المصطلحات التي أعتقد أقل ما يمكن أن يقول فيها أنها غير لائقة بالحديث في التلفزيون بهذا الشكل. الشيء الثاني، الأخ الذي يتحدث عن قضية أنه لابد أن يكون رئيس الحكومة فلان أو فلان ويجب أن يغير فلان، هذا رأي سياسي يحترم. أي شخص، أي كاتب، أي باحث، أي سياسي، أي حزب بإمكانه أن يطرح وجهة نظره سياسية، لكن ليست ملزمة للشعب اليمني بشكل عام أو للقيادة السياسية، وليس بالضرورة أن تكون هي الصح ولا وغيره الخطأ. علينا أن نحترم الرأي الآخر ونتحدث في هذا الإطار. هذا جانب أول. ممكن أن ندخل في قضايا تفصيلية أنا لم أكن أرغب في تفصيلها، لكن عند إلحاحكم ممكن أن نتحدث في قضية حتى المرتبات بشكل واضح جدا. كيف أن الميليشيات الإنقلابية نهبت البنك المركزي أكثر من 5 مليار دولار من الاحتياطي، وأيضا العام الماضي باعترافهم أيضا أكثر من 581 مليار ريال من الموارد أيضا لم تورد للبنك المركزي ونهبتها الميليشيات، وهي تجمع الشعب الذي يخضع في هذه المناطق دون حتى أن يخرج مطالبا بالمرتبات. لا يستطيع أحد في صنعاء أو في مناطق الأخرى أن يطالب أين الراتب. الحكومة الشرعية كما تحدثت أيضا عليها التزام أخلاقي وسياسي، ولذلك هي تبذل كل الجهود، وأيضا وفت ببعض وعودها بشكل كبير بقضية أنها عند وعدها بتسليم المرتبات لكل المدنيين والعسكريين، أيضا تم أيضا تقسيط هذه المرتبات شهرين تقريبا صرفت قبل العيد، شهر قبل العيد وبعد العيد سيصرف شهر لأنها تأخرت المرتبات إلى ليلة العيد. وحضرت الحكومة ورئيس الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية مباشرة إلى عدن ليلة العيد لتباشر صرف المرتبات في العيد لأفراد القوات المسلحة الذين يستحقون منا كل الشكر والتقدير والإجلال والإكرام. وأيضا نحن ننسى أن الموظفون في البنك المركزي والمالية وكل الوحدات العسكرية والمدنية والموظفون المدنيون والعسكريون جلسوا يوم العيد في أعمالهم ليفون بهذه الالتزامات التي قضعتها عليها الحكومة ليصرفوا المرتبات يوم العيد. هذه القضايا يجب أن نضع لها اعتبار عندما نتحدث عن نقد ناس يعملون ليلا ونهارا من أجل خدمتنا. القضية الأخرى التي يمكن أن لا يراها كثير من الإعلاميون أو الإعلام، وهي قضية أن الحكومة مهتمة فقط بالمناطق المحررة أو المناطق الجنوبية. أقول هذا الكلام بعيد عن الصواب ومجانب الصواب كثيرا جدا. الذين يأتون من قيادة السلطة المحلية من مارب، من تعز، من حضرموت، من المهرة، من عدن، من لحج، من الضالع إلى عدن ويتابعون قضايا مناطقهم وقضايا محافظاتهم في هذه القضايا بالتفصيل، ويجدون أمامهم مكتب الحكومة مفتوحا ومكاتب كل الوزراء مفتوحة في عدن، ويجدون الوزراء أيضا أمامهم في عدن. لماذا لا يتم تفعيل مكاتب السلطة المحلية في هذه المحافظة دكتور بازيد؟ نعم، هذا شان محلي، لم يعترض أحد ولا هناك أي فيتو على تفعيل الإدارة المحلية، بل أن بعض المحافظات وكثير المحافظات تباشر الإدارة المحلية ولا تستعين بالسلطة بالحكومة المركزية إلا قليلا في مساعدة أو عون بشكل
نادر جدا. وهذه لكن الواقع دكتور بازيد يعني دعنا نتكلم قليلا في الواقع. دكتور بازيد دعيني اقول دعنا ناخذ فقط محافظه تعز على سبيل المثال. اين السلطه المحليه في محافظه تعز؟ أي أقول لك يعني تحدث أيضا دكتور فيصل عن الجوازات، عن الضرائب، عن الجمارك، عن الضرائب. لا توجد هناك يعني طلبت منك نعم فقط يعني لأنه أنت تسرد كثير من كزميلي حتى أرد على هذه القضايا بالتفصيل كثيرا ربما على الواقع. لأن هو الأخ طرح جملة من التهم هكذا جزافا، وعلينا أن نفندها يعني. والمشاهد هو الحكم يعني، الشعب اليمني ينظر إلينا الآن. قضية المرتبات حتى للأخوة الموظفون النازحون من المحافظات التي تحت الحصار أو التي ترزح تحت حكم الإنقلابيون ونزحوا إلى المحافظات المحررة سواء كان في عدن أو حضرموت أو مأرب، وجه رئيس الحكومة بتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية بمراعاة ظروف هؤلاء النازحين وصرف مرتباتهم في المحافظات التي يتواجدون فيها. والآن لدى الحكومة أيضا برنامج كبير جدا لاستيعاب هذه الكوادر النازحة سواء كان في الجامعات أو المدارس أو القطاع الصحي في المناطق التي يستطيعون الآن واستقروا فيها ويباشرون أعمالهم ويستلمون مرتباتهم. أيضا قطاع نتحدث عن تعز، قطاع التربية في تعز استلموا مرتبات عدة أشهر أرسلت لهم، والآن سيتم أيضا ضخ مبالغ أخرى في هذا الجانب. قطاع الصحة مثلا في تعز أنا مطلع على كثير من الأموال التي صرفت كتشغيل ومرتبات وغيرها في قطاع الصحة وتشغيل بعض المستشفيات في تعز. نتحدث عن تعز، نتحدث عن مديرية المخا التي حررت مؤخرا وكيف تم ترميم وتشغيل محطة المخا سريعا، والآن حوالي بقدرة إنتاجية حوالي 20 ميجا، وممكن أن يتم رفع القدرة الإنتاجية إلى 60 إلى لا أنا أتحدث، خليني أكمل. ممكن الآن إذا تم إصلاح الشبكة، شبكة نقل الطاقة من المخا إلى تعز، ممكن أن يتم رفع طاقة هذه المحطة إلى 60 إلى 80 ميجا واط وتزويد مدينة تعز بالكهرباء. طبعا هناك صعوبات، الأخ تحدث عن تعز وعن غيرها كمناطق محاصرة، إذا الحصار أيضا هو عقبة كبيرة أمام الحكومة الشرعية أن تصل إلى هذه المناطق، ولكن دكتور بازياد تسعى بكل يعني الوسائل. أن تسمح لي هنا نحن نذكر أن الحكومة يعني هل ستظل الحكومة تراقب الحصار من بعيد وتبحث عن منافذ لإدخال مساعدات؟ يعني ألا يخطر في بال الحكومة رفع الحصار عن تعز وتحرير المدينة؟ كيف هل الحكومه هي التي تضرب الحصار ام ان الحكومه الان تهاجم عن الاداء العسكري بالنسبه للسلطه الشرعيه او غيرها؟ ايوه السلطه الشرعيه تقود حربا لا هواده فيها لفك الحصار عن تعز سواء كان عسكريا او سياسيا او بالضغط في مجلس الامن، وهذه قضايا معروفه يعني الحكومه ليست مكتوفه الايدي عن هذه القضيه، وايضا بصدد رفع الحصار عن تعز لانسياب ايضا الخدمات وايضا حتى الاغاثه لمناطق تعز. نحن لا ننسى ان الحكومه ايضا ذهبت قبل شهرين عدد من وزراء الحكومه الى مدينه التربه لتفقد احوال تعز واطراف من تعز، ذهب رئيس الحكومة إلى المخا، وذهب إلى أبيان، ذهب إلى كثير من المناطق. طبعا لابد أن نحاسب في قدر في حدود الإمكانيات والمتاح أمام الحكومة. أما أننا أن نقول أن الحكومة أمامها فرصة واحد اثنين ثلاثة ولم تهتبلها فعليكم أن إذا المحاسبة على قدر الإمكانيات. يعدد لنا الفرص المهدورة التي أهدرتها الحكومة. كيف أن الحكومة سعت على مدى عام كامل لتوفير المرتبات معناها كبيرة جدا طبعا في ظل شحة الموارد كما ذكرت. طيب يعني الآن نعم إذا يتحدث الدكتور بابازياد بأنه لا توجد فرص مهدورة أو مهدرة في أداء الحكومة، وأنه الحساب أو المحاسبة لابد أن تكون على قدر الإمكانيات المتاحة. هناك أيضا طرح دكتور فيصل بأنه إمكانيات الحكومة فعلا موازناتها تكاد تكون يعني ضعيفة جدا، وهناك يعني لا يوجد لها دعم سياسي كافي، هناك أيضا عراقيل سياسية واقتصادية وعسكرية أيضا كبيرة من قبل أطراف حليفة في معظم الأحيان، وعلينا أن نحاسب الحكومة في إطار هذه الظروف. ألا ترى بأن هذا الطرح أيضا منطقي ومقنع؟ دكتور فيصل، نحن نحاسب الحكومة وفقا لخطابها المعلن للملأ، وهذا يعد التزاما قانونا وأخلاقيا وأدبيا. الحكومة قالت بأنها حررت 80% من الأرض، وبالتالي
تقع ضمن 80% كل موارد البترول، مارب، شبوة، حضرموت. الموانع القابلة للتصدير، للاستيراد والتصدير تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية، أي أن فارق سعر البترول والغاز المنزلي يمكن أن يغطي كثير من الاحتياجات. الجمارك والضرائب في هذه المنافذ يمكن أن يغطي كثير من الاحتياجات. بيع النفط وإيجاد معالجة مستمرة لتصديره باعتبار أن العالم كله يقف مع السلطة الشرعية، هي ليست معزولة، الانقلابيين وحدهم محاصرين في العالم، وبالتالي كيف يتدبرون أمرهم تحت هذا الحصار وحكومة معها دعم العالم كامل والإقليم، ويتعللون بأنه نحن حسب المتاح. أي متاح؟ المتاح أن الرئيس عبد الرب منصور رعاه الله أخذ ورقة وقلم وطلب التدخل العسكري لاستعادة الدولة، بإمكانه أن يقدم طلبا بدفع رواتب الموظفين، لأن هناك مقابل هذا التدخل يعني التزاما أخلاقيا. فقط التدخل لقتلنا فقط؟ أين الإغاثة؟ يتاجرون بها، 600,000 سلة غذائية سلمت وكأنها ضاعت في الصحراء، يعني لا مرتبات ولا إغاثة. الضيف للحقيقة أنا لا ألومه، لأنه يتحدث عن معطيات غير متأكد فيها، يقول بأنه في تعز مثلا قطاع التربية سلموا عدة شهور رواتب، وهذا غير صحيح وينبغي عليه مراجعة معطياته. في تعز سلم شهر واحد لبعض المديريات، وبعد كم شهور سلم لبعض المديريات نفس الشهر، وبالتالي خلال عام كامل الناس في تعز في الجانب التربوي استلموا راتبا واحدا، ولكن أيضا معظم القطاعات الإدارية لم يتسلموا. إذا يتحدثني عن بعض العسكريين الذين تسلموا، هؤلاء بعضهم في الجبهة 3 سنوات، تسلم بعض الشهور ل3 سنوات، لنفترض بأن المقاتلين في الجبهات استلموا سنة، وهو يقاتل في الجبهة 3 سنوات من أجل الدفاع عن الدولة وعن سلطة شرعية. أرجو من الضيف الكريم ألا ندخل في 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 تأديب الآخرين في كيفية القول. أنا أتحدث عن كلام واضح دكتور فيصل، متأكد لأن الناس في تعز وفي الحديدة وفي إب وفي ذمار وفي صعدة وفي حجة وفي المحويت وفي الجوف وفي صعدة استلموا رواتبهم، فأنا أعتذر لك وللحكومة وللسلطة الشرعية عن هذا الخطأ، ولكن تأكد بأن هؤلاء الناس لم يستلموا، وهم يعانون معاناة الحرب ومعاناة الجوع ومعاناة الفقر ومعاناة الحصار. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن الانقلابين، فهم أعداء، نحن نحاربهم ونبذل الدماء باتجاههم. صحيح أن الحوثي الانقلابيين سرقوا نصف الخزينة المركزية وسرقوا الإيرادات خلال هذه الفترة كامل. كثير من الناس المغفلين في الميدان يقولون والله الانقلابيين التزموا بدفع الرواتب. في البنك المركزي أعترف بأن هناك 5 مليار دولار، 2 مليار ونصف دفعات على مدار السنة راتبا، ونصفها سنهب والإيرادات نهبت. هؤلاء انقلابيون، أنا لا أستطيع أن ألومهم لأني أقاتلهم، وبالتالي أنا ألوم سلطة شرعية ذهبت لصندوق الاقتراع لانتخابها، وهي سلطة شرعية أنا أعترف بشرعيتها، وهي ملتزمة أخلاقيا بأن تفي بهذه الالتزامات. الحكومة والسلطة الشرعية تقول في أكثر من خطاب عسكري وأمني وحكومي بأننا حرمنا 80%، وهي صادقة في ذلك، وبالتالي كل الموارد تحتها في هذه الأرض. ماذا تبقى للحوثيين؟ حتى ميناء الحديدة هو حنفية يمكن إغلاقه عن طريق البوارج والمراقبة، وبالتالي أين تذهب فارق الضرائب، فارق الجمارك، الرسوم الأخرى، بيع النفط، فارق سعر الغاز والبترول، وبالتالي يتحدثون عن عادة إمكانية متاحة. الالتزام الأخلاقي لدول التحالف، كيف تحارب دون أن تدعم الناس بالإغاثة، أن تدفع الناس للرواتب؟ لا يتدخلون، يتركون لنا نزر رماد، ليدعوا الحوثيين يطحنون طحنا، نحن لن نستسلم لأحد، والله سنقاتلهم بالعصي وبالسكاكين، لا يمنوا علينا أنهم أنقذونا. أي إنقاذ؟ حرب بلا نهاية، حرب بلا نهاية ويسمون إنقاذ؟ هذا قبح ليس بعده قبح، وبالتالي أنا أتحدث عن معاناة. نعم، إذا تحدث الدكتور فيصل يمني. نعم دكتور فيصل، فكرتك واضحة الآن. منفي في الرياض ينعم بالأكل والشرب والرواتب، صحيح. يحرمون الطلاب من الرواتب ويدفعونها للبعثات الدبلوماسية. نعم التي دكتور فيصل، فكرة واضحة، ومن النظام الانقلابي. نعم. لم يحاسب أحد من هؤلاء الناس اللي يعمل الانقلاب، وبالتالي حصار تعز مسكوت عنه، رواتب تعز مسكوت عنه، جرحى تعز مسكوت عنهم، شهداء المناضلين. يقول لي لم يخرج أحد للمطالبة الانقلابيين، صراحة خطاب أقنعني كثيرا. كم عدد المختطفين في أكثر من 30,000 إلى 40,000 مختطف؟ هؤلاء خرجوا ومنهم ضربوا ومنهم قتلوا ومنهم من وضعوا في مدارس عسكرية.
تتحدث عن شعب يريد ان يخرج امام مجرم. هذا هو السؤال دكتور بازيد، هل فعلا انتم الان حكومه شرعيه؟ نعم دكتور فيصل، مدنية فيصل ملتزمه. نعم فكرتك واضحه باعتباري انا مواطن ولي حقوق عليها. نعم. واذا لم تقدر عليها ان توجه خطابا شفافا للشعب حتى نقف معها. انا الى الان لم اسمع خطابا لا من الحكومه ولا من الرئيس الشرعي بهذه الامور. حرب لا نهايه 3 سنوات. نعم نعم ولا نعم رواتب. نعم دكتور فيصل، الفكره واضحه دكتور فيصل، ان الحكومه انجزت وانجزت. نعم. والله هذا شيء مضر. دكتور بازياد، دكتور بازياد، يعني اذا يعني هل اقصى ما يمكن ان يعني تتفاخر به او تباهي به الحكومه بانها او تقارن نفسها باداء الانقلابيين في صنعاء؟ هل هذا هو يعني أقصى ما يمكن أن يعني تتحدث عنه الحكومة؟ هناك أيضا طرح دكتور بازياد بأنه التحالف العربي هو جزء كبير من هذا التعثر الذي تعاني منه الحكومة، وهو الأمر المسكوت عليه والذي لا تستطيع الحكومة أن تتحدث عنه بشفافية مع الناس، وهو أمر مخجل في حقيقة الأمر بعد مرور كل هذا الوقت. هل فعلا التحالف العربي أصبح عائقا أمام أداء الحكومة، وهو أيضا من يقف وراء عدم إمكانية الحكومة استثمار إيراداتها النفطية في المناطق النفطية المحررة؟ طبعا الضيف مشكورا، طرح قائمة طويلة عريضة من القضايا. أنا أحاول أن أتحدث عن قضايا المحددة طرحها حتى أن المشاهد أن يتفهم شيء من هذا الجانب. أما قضية العموميات هذه سهلا طرحها وسهل الرد عليها، لكن نحن لسنا بصدد كما ذكرت وكررت، لسنا بصدد تبرير فشل أو تبرير قصور أو تبرير أي أداء، لأن نحن بصدد أيضا تقييم هنا. جميعنا نحن والضيف أعتقد متفقين نحن مع الحكومة الشرعية وضد الانقلاب، وإن قال إن الإنقلابيون محاصرون ولكنهم يدبرون أنفسهم، يدبرون أنفسهم أنهم يعني يجمعون الناس الذين يطالبون مرتباتهم. هل هذا التدبير المطلوب؟ على كل حال القضية أثارها الضيف في قضية الفرص المتاحة أمام الحكومة وخاصة تصدير النفط. أنا أذكر السادة المشاهدين أن الحكومة بذلت جهود كبيرة لتصدير النفط وإعادة الإنتاج من حضرموت، ومن بداية العام الماضي تم أيضا ضخ أموال من المبيعات أيضا لإعادة تأهيل هذه الآبار النفط للضخ وإعادة التصدير. كثير من المبيعات النفط الآن تذهب لقضية أيضا لتأهيل بتروميسيلة لإعادة الإنتاج إلى مستويات عالية. 40,000 أو 42,000 برميل يوميا لا تساوي شيئا ابدا. اذا ذكرنا ايضا وتذكرنا ان معظم هذه الموارد ايضا تذهب لقضيه التاهيل وقضيه تشغيل بترومسيلة وقضايا ايضا تنمويه اخرى في مناطق المصدره النفط كحضرموت ايضا التي تعطى حصه لا باس بها الان من هذه الموارد للتنميه المحليه. القضيه الاساسيه الاخرى التي يجب ان نقف امامها بصدق يعني بدون مواربه، أن يتحدث الضيف عن أن على التحالف العربي أن يلتزم بمرتباتنا ويلتزم بدعمنا ويلتزم بكذا ويلتزم بكذا، قائمة طويلة من الالتزامات التي يمكنها كحكومة أن نمليها على التحالف العربي. التحالف العربي والأشقاء مشكورين بادروا إلى إنقاذ اليمن في عملية عروبية مهمة جدا وتسجل في التاريخ، وهم يخلطون دماءهم بدماء اليمنيين في كل الجبهات ويقدمون كثير من الدماء. ما قيمة هذه التي هي أغلى من الأموال، أغلى الأموال. فغير من غير المنطقي ان نقول عليكم ان تاتوا كذا، وهم يقدمون كثير في 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 هذا الجانب، لكن اخلاقيا يعني وسياسيا دكتور بازياد يعني تحدث عن هذه المعركه مع الاشقاء في التحالف العربي. ما الذي انجزوه يعني الاشقاء في التحالف العربي فيما يتعلق بالاهداف المعلنه لهذه العمليات؟ استعادة الدولة اليمنية كاملة وإسقاط الانقلاب. أنجزوا الكثير، أنجزوا التحالف العربي، أنجز الكثير. أين كنا عندما تدخل التحالف العربي في والرئيس وقصر فخامة الرئيس في عدن يقصف من قبل الانقلابيون؟ أين كنا في 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 مارب؟ أين كنا في تعز، في المخا، في لحج، في الضالع، في أبين؟
أين كانت هذه المناطق وكيف كانت ترضخ للميليشيات الإنقلابية، وأين نحن الآن على مشارف صنعاء وعلى مشارف تعز وفي المخا وعلى مشارف الحديدة وفي البقع وفي ميدي؟ هذا تقدم كبير جدا للقوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية مدعومة من التحالف العربي، والرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته يبذلون الجهود الكبيرة في الجانب العسكري كما هو في الجانب المدني وتقديم الخدمات. علينا أن ننظر بنظرة كاملة وبشمولية لهذه القضايا، وأن ننتقد القصور، ننتقد التقصير، لكن بانتقاد لحكومتنا التي نحن نعول عليها وليس أمامنا غيرها، أن تأتي بأشياء كثيرة نحن نتطلع إليها. أنا أؤكد دائما أن ما تم إنجازه دون المأمول ودون الطموح بشكل كبير، لكن نحن والضيف وجميعنا والمشاهدون يدركون شحة الإمكانيات ومحدوديتها، ويدركون أيضا قلة الوسائل وقلة الحيلة. لكن سؤال أخير فقط للدكتور فيصل، أدركنا الوقت دكتور بازياد، لتوفر مرتبات، لتوفر الخدمات، لتوفر الكهرباء. الآن الكهرباء انتقلت مشاريع الكهرباء الآن من العاصمة عدن إلى المديريات في يافع، في المخا، في أبيان، في الضالع، في حضرموت. كثير من المديريات الآن تنعم بكهرباء محلية ومدعومة بالديزل. دكتور فيصل، تعليق أخير في أقل من دقيقة. ومن شركة النفط. نعم، هذه قضايا مهمة جدا. يعني دكتور فيصل، في أقل من دقيقة كيف يمكن أن تعلق يعني متوالية للفشل مستمرة ومبررة لا تنتهي، كيف يمكن أن تعلق؟ أنا بودي أن أعلق من منظور القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أي دولة تقع تحت الوصاية، الدول التي تقوم بالوصاية كما هو حال اليمن ووضعها تحت البند السابع أمميا وتحت التدخل الخليجي، فهذه الدول الوصية ملزمة بكافة الاحتياجات للشعب اليمني. هذا قانون دولي وليس اختراعا من عندي، وبالتالي علينا أن نتلمس المداخل القانونية لتخفيف المعاناة على الناس. يعني عندنا أكثر من مخرج. إذا هو التزام قانوني قبل أن يكون التزام أخلاقي للتحالف العربي تجاه المواطن. أشكرك جزيل الشكر دكتور فيصل. عموميات. أنا ذكرت. انتهى وقت البرنامج دكتور فيصل. أشكرك جزيل الشكر دكتور فيصل، كنت معنا من تعز ومن عدن. كان معنا الدكتور متعب بازياد مستشار رئيس الوزراء من عدن. كما أشكركم أعزائنا المشاهدين لحسن المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحية منتج البرنامج كمال حيدرة. ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد. في أمان الله.